السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزارة الصحة تنهي إجراءات توظيف 250 موظفا للانضمام إلى فرق العمل بمجمع السلمانية الطبية. تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وزارة الداخلية تنظم معرض الصور التاريخية للشرطة. وديوان الخدمة المدنية يعلن عن تعليمات الترقية والحوافز والمكافآت التشجيعية للموظف. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أعلنت وزارة الصحة أنها أنهت إجراءات توظيف 250 موظفا وموظفة من البحرينيين للانضمام إلى فرق العمل والطواقم الصحية بمجمع السلمانية الطبية. ومن المقرر أن يلتحق الكادر الجديد بالقطاع الصحي في وزارة الصحة خلال الأسبوعين المقبلين لتغطية الطلب على الوظائف في مختلف أقسام السلمانية. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية لجميع مرتديها والتزامها بتقديم الرعاية الطبية بجميع مستوياتها، مبينة بأنها جهزت في الفترة الماضية مجموعة من المبادرات والخطط قصيرة وبعيدة المدى بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثر خدماتها الصحية مع برنامج التقاعد الاختياري، والذي شمل مجموعة من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية. تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية، تنظم وزارة الداخلية معرض الصور التاريخية في مجمع السيف التجاري، وذلك حتى 14 من شهر سبتمبر المقبل. يحكي المعرض لمحات من تاريخ الشرطة من خلال عرض لبعض الملابس في مختلف المراحل، وكذلك الوثائق والأوراق مثل الجوازات التي تم إصدارها، رخص السياقة وتسجيل السيارات، والتي تحكي محطات مهمة من تاريخ شرطة البحرين وسجلها الحافل في مجال حفظ الأمن والاستقرار. هذا وتعمل شرطة البحرين على تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور من مواطنين ومقيمين، اعتمادا على ثقة متبادلة وتقدير مجتمعي لدور وتاريخ الشرطة، وهو ما يتم على أساسه تطوير العمل الشرطي كجزء من الثقافة الوطنية لمملكة البحرين، ثقافة مجتمع يحمل في طياته مقومات التماسك والهوية الوطنية وترسيخ بل وترسخ بين جنباته عملة الانتماء الوطنية. تشرفت اليوم أنا بالاطلاع على المعرض بمجمع السيف مع الأسرة، وتعرفنا من خلالها على تاريخ الشرطي في مملكة البحرين. طبعا لا شك في أن التطور الكبير والهائل في المجال الشرطي في المملكة شهد قفزات كبيرة ومشكورة ومميزة على مستوى المنطقة. في الحقيقة يعني هذا معرض ممتاز جدا، هو يبرز الصورة الحضارية لوزارة الداخلية ومساعدتها للجمهور وللشعب البحريني منذ الأزل. يعني ومن بداية التاريخ وزارة الداخلية قامت بأعمال كبيرة لهذا المجتمع، وهي تحمي البحرين من كل الشرور ومن كل الأمور التي قد تعرق الأمن والاستقرار في المملكة. ما شاء الله معرض جميل في كل شيء، يعني ما شاء الله ما توقعنا أبدا يكون في مجمع السيف. يعني ما شاء الله في واجد أشياء تعلمناها، متى بدأت الشرطة النسائية، شلون الثياب يعني مال الشرطة تغيرت عبر الزمن، وواجد واجد مفيد. أتمنى يعني كل مرة يكون في معرض كذي. حبيت صراحة مجهود تشكرون عليه، معرض جميل يعرفنا على التراث والأزياء العسكرية القديمة وأشكال الجوازات والياسن، وشفت اللوح القديمة، شيء جميل يعني، ومجهود تشكرون عليه. يعني في أشياء أول مرة أتعرف عليها وأحب أشوفها زيادة وأكثر يعني لجيت. هي معارض مبسطة ولكن فيها شرح وافي أعتقد حق عيالنا، خصوصا حق الاطفال. الاطفال دائما يشوفون الشرطه ويشوفون العسكريه اللي عندنا، فوايد هم حابين هاي الامور، فبالعكس وايد فكره حلوه. واطفال احنا شيء بسيط بس على اساس نعرفهم على شرطتنا وعلى الدور اللي يقومون فيه، وابطالنا ذول يعني طبعا شرطتنا وهاي. فبالعكس يعني فكره وايد حلوه ونتمنى انها تستمر.
أصدر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2019 بشأن الترقية والعلاوات التشجيعية المستحقة للموظف في العام الواحد. وأوضح الزايد بأن هذه التعليمات تهدف إلى بيان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين منح الموظف للترقية أو العلاوات التشجيعية أو المكافآت التشجيعية في العام الواحد مع غيرها من المكافآت، وذلك بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية ونظام إدارة الأداء الوظيفي أداء، وبما يضمن كذلك منح هذه المزايا لأكبر شريحة من الموظفين. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تسليم إفادات التعيين في وظيفة معلم للمعلمين البحرينيين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام إن تسليم هذه الإفادات سيستمر في الأيام المقبلة على دفعات، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث بدأت إدارة الموارد البشرية في إرسال رسائل نصية لهؤلاء المعلمين تدعوهم فيها إلى استلام تلك الإفادات في معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا بالبسيتين، مع ضرورة إحضار البطاقة الذكية والالتزام بالموعد المحدد. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. فضاء مشق للفنون يحتفل بالذكرى الرابعة بمشاركة نخبة من المثقفين. أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص 612 طلبا إسكانيا لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي مزايا في النصف الأول من عام 2019 من أصل 923 طلبا، ورد إلى الوزارة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت إلى قيام الخدمات الإسكانية في الوقت الراهن بإنهاء إجراءات تخصيص 231 طلبا جديدا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة. وقالت الوزارة إن نسبة طلبات مزايا التي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصها للمستفيدين من إجمالي مجموع الطلبات التي تلقتها الوزارة تصل إلى 66%، وهي نسبة تعكس مميزات هذا البرنامج وفي مقدمتها سرعة الحصول على الوحدة السكنية دون الحاجة إلى فترات انتظار طويلة، مشيرة إلى وجود 80 طلبا إضافيا لمواطنين يقومون حاليا بإنهاء المتطلبات كاختيار الوحدة المناسبة لهم أو متابعة الاشتراطات المالية للبنك الممول. أعلنت لجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي، أعلنت عن تلقيها لأكثر من 158 مشاركة من 18 دولة عربية حتى الآن، والتي تتنافس على جوائز النسخة الثانية من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية برعاية جامعة الدول العربية، والتي تقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق للخامس من شهر ديسمبر من كل عام. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة والذي أقيم بمقر جمعية الكلمة الطيبة. ومن المتوقع أن تبلغ المشاركات في النسخة الثانية من القلادة أكثر من 160 مشروعا من 18 دولة عربية مقابل 108 مشروعات في النسخة الأولى، وهو ما يعكس ثقة المتزايدة من كافة الفئات المستهدفة في هذه الجائزة. أقام فضاء مشق للفنون حفلا بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين الذين قاموا بعرض شهاداتهم على تجربة مشق والإضافة
التي يمثلها في المشهد الثقافي المحلي. ويعد هذا الحفل مناسبة للاحتفاء بالثقافة والفن وأسمائها البارزة في البحرين، وعرض لتجربة غرضها وهو الإسهام في رفض المشهد البحريني بكل القيم الثقافية والفنية بالإضافة إلى تنشيط الحراك فيها. كما تضمن الحفل عرضا موسيقيا ومعرضا لأعمال الفن التشكيلي. هذا ويستمر المعرض حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. الفعالية هي طبعا احتفال بمرور 4 سنوات على تأسيس الفضاء. منذ عام 2015 فتحنا الجاليري، ومنذ ذاك الوقت يعني عملنا كثير من الفعاليات والمعارض والورش، واليوم نحتفل بهذا الـ4 سنوات والإنجاز الذي حققناه. الجاليري هذا بدأ بإمكانيات بسيطة، وكان تقريبا نطبق شيء في المسرح يسمونه المسرح الفقير. نحن أمام معرض فني تقريبا ما يتكي على مؤثرات صوتية أو مؤثرات في الديكور أو في الصوت الآخر، يعتمد فقط على قوة حضور الفن، أو على الأقل هذا ما راهن عليه صاحب الجاليري اللي هو علي البزاز. مشق طبعا مكان معروف بحضوره فنيا، سواء بالموسيقى والفنون التشكيلية، السينما، الشعر، دائما يفاجئنا أو يقدم لنا حفلات أو ليالي جميلة. اعتدنا أن احنا نلتقي، دائما أحرص أن أنا أكون متواجد في هذا المكان، حتى ولو أني أكون مشغول أحيانا، ولكن بقدر الإمكان أن أحضر، لأنه فعلا قاعد يقدم لنا شيء احنا نفتقده يمكن عندنا في البحرين. موجود ولكن بشكل بسيط، ولكن مشق دائما يعودنا أسبوعيا يقدم حفلة سواء تشكيلية أو موسيقية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة. إلى اللقاء.